كيف حالكم؟ بس هيك دقيقتين قبل ما يصير في ناس على الشهادات، هلا في تقريبا 13. ف قبل ما نبلش بموضوعنا، بس يعني حاب احكي لكم هاي هي فكره من افكار اوت اند اباوت لتشجيع الناس على خليك في البيت واستغلال اوقاتكم بطريقه مفيده ونتبادل خبراتنا مع بعض. كل حدا بيحكي في موضوع هو بيعرف فيه او عنده خبره فيه بيشاركه مع بقيه الناس الموجوده ببيتها عشان تسلي وقتها وتستغل وقتها باحسن طريقه. للي ما بيعرف شو اوت اند اباوت، ان شاء الله قريبا داليا ورامي وبشار الثري فاوندرز بيطلعوا بيحكوا لنا اكثر عن اوت اند اباوت ايش هي. اليوم موضوعنا شوي خفيف، اسمه لمحات معماريه. معي انا اسمه رضا نطاكي، مهندس معماري بشتغل في شركة هندسية، خبرتي تقريبا 10 سنوات، خبرة يعني في عدة مجالات سواء معمارية أو انتيريور ديزاين أو لاندسكيب. نبلش عبين ما من العدد شوي، بس الناس على اللايف، بس إنه صوتي واضح ولا علي؟ لأنه شوي التليفون بعيد عشان الشاشة تبين، والشاشة واضحة ولا لا؟ صوت واضح. في البداية الهدف من العمارة أو الهندسة المعمارية بالنسبة لي كولي الأنطاكي إنه الواحد يوجد يكون الفراغ المناسب والمريح للمستخدمين لهذا الفراغ ولطبيعة استخدام هذا الفراغ بطريقة ملائمة. يكون له علاقة قوية بالمحيط تبعه في البيئة تبعته. هلا بس نتفق اول شيء في بدايه اللايف على شغله بسيطه، انه في بشكل عام في الهندسه المعماريه او في العماره ما في اسمه صح وغلط. الموضوع كلياته وجهه نظر واراء تعتمد على خبره الشخص والذوق الشخصي تبعه للحكي راح احكيه، ولكن اللي عم بحكي فيه انا اللي هي نقاط عامه واساسيه او اذا بسميها هي البيسكس تبعون الواحد لما يفكر ببيته او بمكان عمله او بالفراغ اللي بده يشتغل عليه او يفكر فيه. الواحد منا يعني ان شاء الله يجي ياسس يبني بيت لإله او يشتري بيت لإله او يعمل مكان عمل لإله او محل او مكتب او شركه، في البدايه اهم شيء يكون قاعد مع نفسه الشخص ومفكر في المكان اللي بده يشتغله هو. اليوم رح نحكي جنرال عن البيت، فظل حيكون حكي عن البيت، ولكن هو تقريبا بينطبق هذا الحكي على الشركه، على محل، على حديقه، على ايش مكان. طبيعه المكان اللي بتعمل فيه البيت هذا اللي انا بدي اعمله، انا كشخص راح استخدم هذا البيت، احنا كم واحد فرد العائله، كم واحد ممكن يصير افراد العائله هاي، كيف طبيعه الناس المستخدمين لهذا المكان، هل في عندنا كبار بالسن، هل في عندنا اطفال، هل عندنا ذوي احتياجات خاصه، احنا بدنا نراعي اهتماماتهم. انا لما اجي افكر في البيت بدي افكر في كل النقاط هاي من البدايه، قبل ما افكر في الطراز المناسب لي اللي بيعجبني سواء هو طراز كلاسيك او بغض النظر شو الطراز او مودرن. انا بدي افكر انا كيف بدي البيت يكون وكيف طريقه الاستخدام في طريقه مريحه كثير بالنسبه لي. هلا لما اجي انا افكر في بيت بدي اشتريه او ابنيه، سواء بدي اشتريه او ابنيه، بدي افكر في البدايه. طبعا انا ما حتطرق كثير لموضوع المنطقه وين البيت، مع انه لازم الواحد لما يجي يبني بيت او يشتري بيت يدرس المنطقة اللي بده يكون فيها هذا البيت تبعه، قديش قريبة على طبيعة حياته، قديش قريبة على أهله، على أهل زوجته إذا متزوج، على طبيعة مشاويره، يكون يعني إنه مشاويره قصيرة عشان يكون مرتاح في هذا البيت. وشيء ثاني لما يجي خصوصا لما بده يجي يبني بيت، خصوصا لما يجي يبني بيت فيلا، بده ينتبه للمحيط اللي حواليه، إذا في حواليه عمارات حيصفي الفيلا تبعته واطي وحواليه كلها عمارات عاليه ضاغطين عليه الفيوم وقاتلين عنه الشمس والهواء، فبده يكون مفكر في البيت تبعه في البدايه كيف هو. بعدين بده يفكر زي ما حكينا في المستخدمين لهذا البيت، مين حيكون؟ كم شخص احنا حنكون في البيت؟ هل انه انا طبيعتي كشخص رح اعيش في هذا البيت او مستخدمين هذول البيت بنفضل تكون اللي نسميهم الاماكن العامه اللي هي الدايننج الصالون مفصولين عن الاماكن الشبه عامه اللي هي الليفينج
والمطبخ ولا يكونوا مفتوحين على بعض. ما عنديش مشكله في طبيعتي وتفكيري ومعتقداتي انا كشخص مصمم للبيت. اكثر اهم ان انا اكون في البيت هذا وبالفراغ هذا وفي المكان هذا كمستخدم رئيسي للمكان هذا، وانا بقضي فيه اكبر وقت ممكن او اكثر وقت بقضيه فيه اني اكون انا مرتاح ومبسوط فيه، بغض النظر قديش هذا البيت كان حجمه، سواء كان حجمه 10 متر هو عباره عن استديو او قصر 2000 3000 متر. انا اللي بدي اكون مرتاح فيه اهم شيء. برضو زي ما حكيت في البدايه بدي اكون عارف انا كيف بدي ابلش في البيت تبعي. يعني انا مثلا قبل ما ابلش افكر ببلش افكر والله انا بدي، انا عندي ممكن يكون عندي شغل في البيت فانا بحتاج مكتب، يكون عندي ممكن يجيني كلاينت على البيت او زبون او بغض النظر من هو يجي يراجعني في البيت، فبحتاج يكون في عندي مكتب خارجي في البيت او مكتب قريب من المدخل عشان اذا في حدا غريب اجى اقدر افوته بكل اريحيه ما يضايق اهل البيت. او انا عندي المكتب هذا حيكون ليلي بس، انا مكتبي اشبه لمكتبي بحب اقرا فيه اخذ وقت رواق، ممكن يكون في اخر البيت من وراء على الحديقه مطله ما في حدا بفوتها، فتعتبر من الاماكن البرايفت في البيت او الاماكن الخاصه في البيت. ممكن تكون مشبوكه بغرفه القعده او ممكن تكون هي عباره عن غرفه دراسه. هل انا عندي اطفال في البيت بحاجه اني اعملهم غرفه العاب في غرفه العاب في البيت تكون لهم عشان يقدروا يستمتعوا بوقتهم وانشطتهم، ولا هي عباره حتكون انا بدي عندي اياهم مراهقين وشباب فبدي غرفه العاب يكون فيها طاوله بلياردو بينج بونج بلاي ستيشن. كيف ايش هو السبيس وايش طبيعه استخدامه؟ فهي كل الاسئله لازم اكون سائلها لحالي وعارف في البدايه انا كصاحب اللي بدي اعمل هذا البيت اكون عارف بالضبط شو اللي بدي اياه. من الشغلات برضه اللي كثير مهمه في البدايه لما الواحد يجي يبلش بده يشتغل بيته، انا عندي ارض خصوصا اللي بدي ابني بيت مش بدي اشتري، بدي احكي هلا شوي بس خاصيه اكثر من الناس اللي بدها تبني البيت تبعها. انا لما اجي ابني بيت حيكون انا عندي مساحه ارض، هل انا بحب حديقه كبيره تكون عندي، بحب تكون حديقه صغيره، بدي اكون مراعي والله الحديقه الكبيره هاي بدها كوست، الرننج كوست تبعها برضه عالي والكوست اللي عملها عالي. فانا بدي ابلش افكر انا بدي اياها ولا ما بدي اياها. اذا انا بحب الحديقه وما عندي مشكله في الكوست تبعها والارض صغيره شوي ممكن افكر اروح على بيت دوبلكس، اني اعمل بيتي دوبلكس اقسمه لطبقين. هل انا لما اجي بدي ابني بيتي انا عم بفكر في مستقبل اولادي ابني لهم فوق يجي او ابني فوق البيت تبعي شقق واجرها، فبدي اسس يكون المدخل في مدخل ثاني للبيت منفصل ومريح الاكسس تبعه الوصول له من الشارع، ولا حيكون بس لي الفيلا وما بدي اوسع فيه وما بدي ابني فوق وكل واحد من اولادي يروح يسكن لحاله؟ هل انا عندي اربع خمس اطفال او عندي اربع خمس سيارات في البيت نسميها، عندي زوجتي وانا وعندي ولدين ثلاثه كل واحد معه سيارته، بدي مساحه باركينج كبيره بدل ما احطها في على الشارع او بالشمس والهواء او تاخذ مساحه كبيره من الارض عشان موقفه، فممكن افكر انزل فيه لتسويه واحطه تحت الارض منها بستغل مساحه كبيره وممكن اضيف كمان خدمات ثانيه في التسويه. للاسف ان اغلب الفيلل في عمان ما او في الاردن جنرال ما بتفكر في التسويه بالفيلل، مع انها التسويه حل كثير مناسب لما الواحد بده يحط فيها باركينج، يحط فيها خدمات، غرفه البويلر، ستورج، ممكن يكون عندي انا بزنس وبحاجه لستورج بدل ما اكون مستاجر برا، ممكن يكون عندي بالبيت نفسه في التسويه هيك ما باخذ مساحه من البيت وما بضايق البيت ومدخله منفصل تماما وستورج وبفرح حالي في البزنس تبعي. او ممكن احط فيها برضه مالتي بيربس هول، يكون مثلا غرفه العاب ممكن تتغير تصفي اذا عندي جمعه عائله عزومه تلم العائله فيها. ومن الشغلات كثير مهمه انا خصوصا احنا هاي من الشغلات اللي كثير بنستغرب منها، الواحد لما يجي بده يعمل سويمنج بول عنده في البيت، انه هل انا السويمنج بول هاي اللي بدي ادفع عليها مبلغ قدره يعني بتكلف السويمنج بول بالمينيموم من 10 ل 15000 دينار راح قادر استخدمها؟ طبيعتي طبيعة عائلتي راح اقدر استخدم هاي السويمنج بول؟ هل هي مكشوفه مش مكشوفه؟ هل ممكن تكون اوت دور ولا احولها لشيء اندور عشان اوصل لاستخدام افضل لها؟ هاي من الاسئله اللي كثير مهمه لازم تكون عارفها في البدايه. وسواء لما اجي بدي اشتري بيت، بدي احكي شوي برضه نقطه الواحد لما يجي يشتري بيت، لانه احنا اغلبنا بنعرف شو عمان وطبيعه شو عمان. لما اجي اشتري بيت هل انا شخص مثلا بحب الجمعات والعيله والاصحاب وكل يوم الثاني عندي عزومه في البيت والناس بتيجي تقعد عندي في البيت فبحتاج صالون كبير وسفره كبيره، ولا انا بيجيني ضيف مره واحده في السنه ففيش داعي اعمل صالون وسفره كبار ياخذوا 50 متر من بيت متره 50 و 150 متر وزنه بيت العيله في 100 متر
ولا انا ولا عندي انا 4 اطفال فبدي 3 غرف نوم غير غرفه النوم الماستر، ولا انا شخص لحالي مقيم في البيت وما بدي اتجوز او عايش لوحدي لاي سبب كان، فانا فيش داعي اشتري بيت 200 متر، ممكن اروح اشتري استديو ب 50 متر. فهي من النقاط اللي كثير مهم الواحد يفكر فيها قبل ما يبلش بده يشتري بيت. من النقاط سواء انا بدي ابني او بدي اشتري بيت، ابلش افكر انه مثلا من احدى اللي حكينا هي اماكن الشبه عامه او شبه خاصه، هي مثلا المطبخ وغرفه العيله او الفاميلي روم او الليفنج روم، انه هل هي مناسبه لي انها تكون مفتوحه ولا مسكر. هلا عشان اعرف شو الفرق بين المفتوح والمسكر بدي اعرف ميزات كل وحده. مثلا المطبخ المفتوح ميزاته انه الشخص الموجود، اذا انا عائله، الشخص الموجود في الليفينج بغض النظر هو زوجة البيت او رب البيت، والثاني الشخص الثاني موجود في المطبخ بكونوا على تواصل كامل مع بعض، بيقدروا يحكوا مع بعض وشايفين بعض. بوقت ثاني ممكن حتى بنفس الشيء ثاني ممكن الشخص اللي جوا المطبخ بيقدر يكون شايف التلفزيون اللي في الليفينج روم وشايفها بريحيه، بدل ما احط تلفزيون ثاني في المطبخ ويكلفني وياخذ سبيس. بحسسني المطبخ المفتوح على الليفينج بفيد كتير في البيوت اللي حجمها صغير، خصوصا الليفينج والكيتشن، اذا بفتحهم مع بعض بيعطيني حجم اكبر، بيشعرني انه السبيس اكبر بكتير، وبيعطيني اضاءه افضل لانه غالبا بكون عليهم شباكين، فبحس البيت مضوي اكتر والسبيس اوسع واريح. المطبخ المسكر له ميزاته انه اذا المطبخ مكركب الليفينج ضل مرتب مفصولين عن بعض، بعكس المفتوح انه حيحس السبيس كله مكركب مع بعض. اذا في طبيخ في المطبخ الريحه تكون في كل البيت شوي، الا اذا عندي نظام صفت كتير ممتاز عشان الريحه ما تتوسع في البيت. فصل كامل اذا عندي انا ممكن يكون عندي خادمه في البيت فانا بديش اياها احس انها قاعده معي في الليفينج، بفضل يكون عندي مطبخ مسكر. هاي كثير اسئله مهمه الواحد لازم يفكر فيها قبل ما يبلش في الديكور او يختار بيته او يعمل اي شيء في البيت. هلا نعتبر انا اشتريت بيت او عندي بيتي وبدي ابلش افكر اعمل فيه ديكورات للبيت. هلا النت معبى صور بيوت وصرنا كلياتنا نعرف نفوت على النت ونشوف صور البيوت ونشوف ستايلات البيوت ونشوف ديكورات البيوت. هلا في شيء كثير مهم، موضوع الصور الموجوده على الانترنت. صور الانترنت شوي مخادعه، لازم نكون منتبهين واحنا عم نشوف الصور على الانترنت. صور الانترنت في منها زاوية الرؤية أو زاوية التصوير كتير بتعمل دور. نفكر في الصورة هاي، هل ايش الحلو في الصورة؟ ايش اللي عجبني في الصورة؟ الفيو تبعها، الازاز، اللايتنج تبعه، الاثاث، توزيع الاثاث في الفراغ. ننتبه هذا الموضوع لانه في اغلب الصور بيجينا شخص بكون عنده جايب صورة من الانترنت وعاجبه مثلا ليفينج روم، غرفة قاعدة بس، ولكن الحلو في الليفينج روم هي مش الكنباية اللي فيها ولا الحيط، هي كتير بيسك أو كتير عادية. الحلو فيها الفيو تبعها، الأزاز الكبير اللي من الأرض للسقف، وهو بيته عبارة عن شباك مترين في متر زي أي باقي شقة تانية في عمان. لو عملنا له كوبي بيست للموجود في الصورة ما حيعطيه نفس الإفكت، راح يحس بالإحباط ويفكر إنه المعمار يضحك عليه أو هو ما حيطلع زي ما بتصور، لأنه في إشي أحلى في الصورة الفيو. وإشي تاني، كتير مرات صور الإنترنت بتكون مركزة على زاوية معينة. هلا هاي نحن لعب التصوير، أتوقع إسلام بارح حكى شوي عن موضوع لعب التصوير وكيف طلع الصور حلوة، إنه كيف تركيز في الصورة، السبوت، الزاوية، الإضاءة، هاي بتلعب كتير. كتير شغلات مهمة في الصور على الانترنت. وإذا أنت بتاخذ الصورة هاي الجزئية اللي أنت شفتها على النت وتحاول تكررها على البيت، وإذا هي فيها لون مثلا تدهن فيه كل الفراغ رح يبطل الإفكت تبعها زي ما أنت متخيل. فكتير لازم نكون منتبهين لموضوع الانترنت وصور الانترنت. هلا لما أجي أنا أفكر في ديكورات البيت تبعي، أول إشي بدي أكون ممكن أطلع على الانترنت عشان أعرف شو الستايل اللي بدي إياه أنا في البيت. هلا إذا أنا عرفت الستايل اللي بدي إياه في البيت بيساعدني في التفكير، بيساعدني في اختيار الاثاث، بيساعدني في اختيار الديكور، بدل ما اكون اروح اطلع على اكثر من مليون نوع في المحلات بكون عارف بالضبط شو بدي اياه. هلا صور الانترنت بتعطيني بالضبط فكره عن الستايل بدي اياه، يعني ممكن نحكي شوي انه عندنا ستايلات، عندنا ستايل الكلاسيك. كمل سوري بس وين التليفون؟ اوكي رجعنا؟ رجعنا.
بس معلش ياسمين مشاغب، اللي بعرف اسمي زوجتي مشاغب وعد التليفون. اذا عندنا احنا نطلع على الصور، في عندنا كلاسيك الستايل هذا، يعني تقريبا هذول هيك صور بس مبدئيه بتحكي عن ستايلات البيوت. انا اكون عارف الستايل بدي اياه، هل هو كلاسيك، هل هو ما بين الكلاسيك والحداثه، اكون عارف شو بدي اياه، هل هو بيت مودرن على الستايل الحديث، هل هو المعاصر بسموه اللي هو البسيط جدا، البيت البسيط جدا اللي كثير خطوطه نظيفه اللي ما في اي نوع عجال. انا اكون عارف اللي هو المينيموم، يكون مينيموم ديكوريشن فيه بس، ولكن بحال الوظيفه هذا مهم كثير اكون عارف الستايل اللي بدي اياه. من الشغلات اللي كثير مهمه انا لما اجي اشوف الستايل اللي احطه بالفراغ هذا اكون عارف شو السبيس اللي عندي. انا المكان الفراغ هذا بتحط فيه الغرفه هاي اللي انا عم بفكر فيها مثلا، اذا انا بدي احط شيء مودرن بس انا اللي بضات اللي عندي في البيت عندي اياه كلاسيك، عندي الجبصين السائف هو عباره عن كرانيش وبحيرات وما الى ذلك، فما بزبط انه حيكون ادخل شيء مودرن مع هذا الموضوع اذا انا ما بدي اغير بلاط وسقف. فاذا انا البيت حاكمني اوريدي انه بلاطه كلاسيك وسقفه كلاسيك فلازم اضل في الكلاسيك، ممكن اروح على شوي في المودرن او البوست مودرن اللي هو يعني بين الكلاسيك والمودرن، اني ادخل في الموضوع شوي شوي عشان ما اضل محافظ على البيت تبعي على الستايل تبعي يطلع البيت كله مريح وضابط. من الشغلات برضو اللي كتير مهمة لما اجي افكر في الستايل اللي بدي اياه، كل ستايل له كوست تبعه. الستايل الكلاسيك شوي يعتبر اغلى لانه في اغلب شغله خصوصا شغل البيت الخشبي او الكنباي او قطعة الاثاث نسميها بغض النظر شو هي، غالبا عشان تطلع مرتب بتكون محفورة في اليد، فهاي كتير تكون كوستها اعلى من اي اثاث تاني. مش شرط دائما ولكن مش شرط الواحد لازم ينتبه لها. وإشي تاني بس نيجي اذا بدنا ندخل شيء كلاسيك مع مودرن، شيء كثير صعب نحافظ على كل ستايل زي ما هو. هلا ممكن في بعض الاحيان تزبط ونشوف صوره على النت حط كنباي مودرن في سبيس كلاسيك، ولكن هذا شيء كثير صعب انه يزبط او يعني نادر الحدوث انه يزبط. فالمودرن بضل مودرن والكلاسيك بضل كلاسيك. فيعني اذا انا ماخذ مثلا كنبايات كلاسيك ما بينفع اجيب طاوله قهوه او طاوله وسط كثير مودرن اللي احطها في النص راح تصير رود او مش راكبين مع بعض. هاي من الشغلات اللي كثير مهمه ننتبه لها واحنا عم نفكر في البيت قبل ما نروح نشتري اثاث او نفكر فيه. هلا اذا انا مثلا بفكر في المودرن او في الكلاسيك ممكن اني ادخل افكر في الالوان. مثلا احدى اهم الشغلات في الديكورات الوان الجدران والوان الاثاث وما الى ذلك. فانا حلو يكون عندي الجرأه ادخل بعض الالوان ولكن الجرأه بحذر لانه كلهم له الافكت او له تاثير على الشخص الموجود في هذا الفراغ. فبدي اكون عارف اللون اللي بدي استخدمه ايش تاثيره على المكان اللي انا فيه. فمثلا من الالوان المريحه نسميها وكلنا بنعرف في الموضوع هذا اللون البني والاخضر من الالوان الترابيه هي الجنرال او الالوان الارض، هي مريحه وبتعطي راحه نفسيه للشخص اللي في موجود في هذا الفراغ. فمشان هيك غالبا بتلاقيها في اغلب الاماكن الواحد بيقعد فيها فتره طويله، غرفه القعده، الاماكن العامه اغلبها بتكون بني واخضر عشان تعطيك راحه نفسيه. اللون السكني، اللون السكني بيعطي من الالوان الجميله جدا في التصميم الداخلي ولكن بيعطي شويه رسميه في الموضوع خصوصا اذا كان لحاله مش داخل مع لون ثاني، فهو بيضبط كثير في موضوع الشركات والمكاتب السكني، بيعطي جديه للمكان الموجود، رسميه للمكان الموجود فيه. اللون الابيض هو لون الاناقه والوسع والاضاءه البساطه، بيعطي شعور حلو للسبيس ولكن وشعور نظافه. بس بدنا نكون برضه منتبهين فيه، الابيض المينتنس تبعه عاليه، يعني الاثاث ابيض او البلاط ابيض والدهان ابيض بده كلكم بتعرفوا بده رعايه خاصه عشان لانه بسرعه بتوسخ اي نقره فيه ممكن تبين. اللون الاسود من الالوان برضه الجميله جدا في الانتيريور ديزاين ولكن المشكله فيه انه بده سبيس واسع وسقف عالي لانه هو راح يضيق المكان ويحسك انه المكان اضيق، فلازم يكون المكان مضاء منيح وارتفاع السقف فيه عالي. اغلب شوارعنا للاسف يعني 270 260 ارتفاع السقف فيها فغير مناسب في الاماكن هاي لما يكون السبيس شوي ضيق، فبدنا نكون اذكياء في اللون اللي احنا بنختار فيه. اللون الاحمر حلو يدخل ولكن
في خطر في اللون الأحمر إذا بدخل في عدد كبير أو عدد كبير من الجدران أو بكون موجود في الفراغ بشكل كبير. الأحمر نفسياً بيأثر على نفسية الشخص، بيزيد تسارع نبضات القلب وبيعطي شعور على الجوع. الأحمر بزيد إنه الواحد يحس إنه جاي عباله يأكل لما يشوف اللون الأحمر بكثرة. مشان هيك كتير منشوفه في المطاعم الفاست فود العالمية، بشوف كتير بيستخدم اللون الأحمر في اللوجو وفي الديزاين تبعه الداخلي. بعكس اللون الأزرق، اللون الأزرق بيعطي شعور من الراحة، بيعطي هدوء للقلب، نبضات القلب بتصير أبطأ لما يشوف اللون الأزرق فراحة. فمشان هيك دائما مفضل اللون الأزرق في غرف النوم، بيعطي راحة واسترخاء أكثر من بقية الألوان. طبعا الأصفر له معاني والنهدي وكل لون له معنى، وإلى ذلك كلياته موجود أونلاين كان نعمل سيرش عليه لما أجي أفكر في اللون اللي بدي إياه. وكتير مهم لما أجي بدي أدخل لونين مع بعض أكون عارف اللونين بيزبطوا مع بعض ولا لا. هلا في بليتس على الإنترنت انتيريور بليتس زي هيك ما أنتم شايفين، إن هي بعطيك درجات لون راكبة مع بعض، في منها بكون موجود معها ألوان تانية. يعني هون بورجيك كيف ممكن أدخل درجات ألوان مع بعض أو درجات لون واحد أو أكثر من لون مع بعض، من الأبيض للبني أو البيج أو الأخضر مع بعض، إيش بيطلع منهم حلوين. موجود كله أونلاين، أو إذا أنت حاب تجيب، عشان إذا أنت المعماري أو الانتيريور ديزاين تبعك إنه هو رح يجي يقول لك هاي الألوان المناسبة لإلي، هاي الألوان المناسبة لإلك حتكون أو حتكون راكبة مع بعض، كثير مهم هذا الموضوع. ومن الشغلات بس هيك إنسايد، لما اروح انا انقي لون في محلات الدهانات او في محلات الاثاث وخصوصا محلات الدهانات، دائما بس واحد يروح انقي لون محل دهان بيجي على البيت بدهنه ما بيطلع نفس اللون اللي متخيله او نفس اللي شافه عند المحل. هلا محلات الدهانات طبيعه الاضاءه اللي فيها دائما لاحظوا بتكون مركبه قويه وبيضه، اغلب البيوت اضاءتها صفراء. لما بدك تشوف اللون الدهاني منيح خد العينه اطلع فيها واقف في الشارع على الشمسات، بتشوف لونها اوضح، بتعرف اذا درجه اللون مناسبه او لا، وعشان تضبط عندك ولا لا. ندخل شوي هلا هيك بس سريعا عن الفراغات بشكل عام او الاماكن العامه او الاماكن بشكل عام، الاماكن في البيت عندنا كثير مهم. احنا لما نيجي بدنا نعمل بيتنا من اهم الاماكن الموجوده في البيت اللي هي المطبخ. المطبخ صار لنا غالبا بنروح احنا على شركه مطابخ بيعملوا لنا الديزاين وبيعملوا لنا اياها كامله، ولكن انا مهم اكون عارف المطبخ كيف بده يشتغل مع بعض، لانه للاسف في عدد كبير من شركات المطابخ همه يبيع مش همه يكون المكان مريح. فلازم اكون انا عارف عشان اعرف تبع المطبخ شو عم بيحكي او شو عم او شو بده يعمل. كثير مهم اهم شيء في المطبخ احنا بنسميها في مثلث الحركه اللي هي بين الغاز والمجله والثلاجه، كثير مهم علاقتهم يكونوا مريحه مع بعض، اقل عدد عوائق بيناتهم واقرب مسافه ممكنه الثلاثه مع بعض، لانه هم هذول الاساس اللي الواحد بيستخدم فيهم في المطبخ. كل شيء في المطبخ بيعتمد على هذول الثلاثه. ومن العلاقات الثانيه اللي كثير مهمه في البيت، اذا انا في المطبخ تبعي مثلا في دايننج تيبل او في بريكفاست اريا، علاقه الثلاجه مع طاوله الطعام هي كثير مهمة، لأنه أغلب طاولة الطعام كثير شغلات تنحط من الثلاجة مباشرة طاولة الطعام، فكثير مهم تكون علاقتهم قريبة من بعض. هلا من الشغلات اللي كثير مهمة، أنا ما أجي أفكر في المطبخ تبعي بدي أعمله غير علاقة الثلاثة هذول العلاقات مع بعض، أفكر أنا بدي كمطبخ أنا قديش أبعاد المطبخ عندي. هل أنا المطبخ عندي كبير صغير؟ بزبط أحط عندي خزائن من الجهتين من جهة واحدة؟ إذا بدي أفكر أحط آيلاند بالنص اللي هي طاولة خدمة في النص أو طاولة طعام في النص، هل عندي حركة كافية أو أبعاد حركة كافية على الدائرة؟ بدي تقريبا متر على محيط أو على الدائرة الطاولة هاي بالنص أو بين الكاونترات عشان أقدر أتحرك فيها براحتي، بدي تقريبا متر. فهل عندي 60 سنتي للكاونتر من هون متر فراغ، بعدين تقريبا متر طاولة أو آيلاند بالنص، بعدين كمان متر حركة و 60 سنتي 60 سنتي كاونتر تاني؟ كتير مهم هذا الموضوع أكون عارف فيه وعارف إذا أنا بحتاجه ولا لا. هلا من الشغلات الثانيه كثير مهمه انا في البيت لما اجي افكر في المطبخ، انا المطبخ عندي قديش حجمه؟ هل انا عندي كميه خزائن كافيه في المطبخ اني استغنى عن خزانتين مثلا واعملهم خزائن ازاز للعرض او هم زي البوفيه ازاز، ولا انا المطبخ عندي صغير كل فيه اربع خمس خزائن فيش داعي لهم؟ على اغلب الشركات المطابخ عندنا بيجي بيعمل لك المطبخ عباره عن خزانتين بيعمل لك واحده منهم ازاز، فانا لازم كثير اكون عارف انه انا هل بحاجه دول التنتين ازاز ولا لا. من الشغلات اللي كثير مهمة، هل أنا كشخص
راح استخدم هذا المكان، راح استخدم المطبخ او كعائلتي بنحب نقعد ناكل في المطبخ، ما بنحب نقعد ناكل في المطبخ، هل انا اذا انا بحب اقعد في المطبخ واكل واقضي وقت في المطبخ ممكن افكر اروح اعمل بريكفاست اريا، منطقه اكل في المطبخ، طاوله معي، شباك مطل على الحديقه اذا عندي امكانيه يكون مطل على الحديقه وعلى فيو، عشان هذا حيعطوا فيه وقت منيح في العائله في المطبخ. ولا انا شخص العائله المطبخ بستخدمه بس اني بجهز فيه الطعام، بحب اكل على الدايننج روم، فما في داعي اضيع مساحه من المطبخ لطاوله الطعام. هاي كثير مهمة اكون عارف انا في البدايه المصمم المطبخ تبعي انا بايش حاجه. طاولة السفرة تبعتي إذا أنا بستخدم طاولة السفرة سواء هي طاولة سفرة منفصلة أو طاولة طعام في المطبخ أو كاونتر بين إذا المطبخ مفتوح بين المطبخ والقعدة، هل هذا الكاونتر رح يحقق المطلوب منه كخدمة إنه أنا بدي مساحة لكل شخص عشان يقدر يأكل؟ أنا بدي تقريبا لكل شخص 30 ل 45 سنتي قدامه للصحون تبعته وكاسته وشوكته، وبعدين بدي للشخص إذا في شخص ثاني عادي باله بدي 30 45 سنتي، وبدي مسافة في النص إذا في عندي مين ديش أو صحون تقديم بده يكون كمان حدود 30 ل 45 سنتي، فأنا بدي المينيموم الطاولة إذا فيها شخصين جالسين قبال بعض بدي مينيموم 90 سنتي. للأسف أغلب شركات المطابخ بروح بعمل لك طاولة 40 سنتي أو 45 سنتي، هاي دوب بتكفيني أنا أحط صحني، لا حاضر أحط صحن قدام ولا شخص ثاني يقعد بوجهي. كثير مهم أكون عارف قياس المطبخ تبعي وقياس الفراغ تبعي إذا أنا بناسبني إني أحط فيه أبعاد الطاولة قديش وقديش هي سقف الطاولة. من الشغلات المرتبطة كثير في المطبخ إذا أنا عامل مفتوح أو مغلق أو كثير مهم في البيت اللي هو الليفينج روم تبعتي أو غرفة العائلة أو غرفة القعدة زي ما بنسميها بالعامة، إنه هاي غرفة القعدة هي 90% من وقتك في البيت تقريبا غير التخت بتضيف في غرفة القعدة، فأنا كثير مهم أكون قاعد غرفة القعدة في طريقة مرتاح فيها، أكون قاعد مرتاح أكبر وقت ممكن قادر أستمتع فيها سواء أنا بطلع تلفزيون بقرأ كتاب مواضيع عائلية، هل أنا بدي أشتغل فيها ممكن ما تكون أحب أشتغل على اللابتوب أو أولادي بدرسوا فيها أفكر في إضاءتها أفكر في الأثاث تبعها، إذا أنا بدي أجي أحط فيها أثاث بهمني أكثر خصوصا بغرفة القعدة أكثر من شكل الكنباية الموجودة غرفة القعدة هل هي مريحة لإلي ولا لا، لأنه غالبا إحنا بنروح بعد الشغل أو بعد الأكل بدي أتمدد على التلفزيون ألف التلفزيون أقعد براحتي، أكثر مهمني إنه تكون كنبايات صغيرة تكون كنباية كبيرة مريحة إلي ولعائلتي نكون قاعدين بنحضر التلفزيون بنحكي بنعمل أي نشاط ولكن بطريقة مريحة. كثير مهم في غرفة القعدة إحنا في طبيعتنا التلفزيون، فلازم نكون مفكرين التلفزيون اللي إحنا بنحطه غرفة القعدة قبل ما نختار حجمه للتلفزيون وارتفاعه، طبعا لازم نكون مراعيين ارتفاع التلفزيون على الارض، متوسط التلفزيون بيكون مرتفع على الارض تقريبا 120 سنتي عشان يكون مريح للعين، وكثير مهم لما اجي انقي التلفزيون تبعي قديش طول وعرض غرفه القعده عندي، طول بحط عليها التلفزيون، ما بينفع اذا غرفه القعده عندي ضيقه شوي احط تلفزيون كبير راح يديني نظري وما حقدر استمتع وانا بتطلع لانه عيني حيتعبوا وانا بتطلع، فكتير مهم يكون قياس التلفزيون مناسب مع الغرفة، يعني مثلا إذا أنت عندك غرفة القعدة بين التلفزيون والكنباية متر ونص أو أقل ما بنفع تحط شاشة أكبر من 32 إنش، إذا عندك مثلا 3 متر تقدر تحط لل 55 إنش، طبعا كل قياس غرفة لها قياس تلفزيون مناسب أو كل قياس تلفزيون لازم يكون في بعد عن متوسط التلفزيون عشان أشوفه براحتي. من الشغلات اللي كتير مهمة في غرف الجلوس أو غرف القعدة الإضاءة، موضوع الإضاءة كثير مهم، احنا كلنا في البيوت بنستخدم الضوء المباشر او الضوء العادي، الضوء العادي كثير متعب للعين بعد ما تكون مروح من الشغل خصوصا اغلبنا شغل على الكمبيوتر او سواقه او لذلك عينك بتكون مشهده، كثير مهم نستخدم الاضاءه المخفيه في غرف القعده انها لما اكون ضويها بعد يوم متعب كثير مريحه للعين وبتريح لي العين وبتريح لي اعصابي، وكثير حلو احنا زي ما حكينا الالوان ندخل لون غرفه القعده بيعطيني راحة نفسية اللون خصوصا إذا كان ألوان ترابية سواء أخضر ممكن أزرق البارد ممكن البني في الجدران، بس كثير مهم ما يكون معجوع غرفة القعدة في كثير فيها شغلات متعبة للعين، يكون فيها أكثر من ديكور كل زاوية فيها ديكور أو فيها لون بتصفي متعبة للعين، كثير أهم برجع عيدها تكون العين مرتاح عند غرفة القعدة لأنه عينك بترتاح بعد نهار طويل ومتعب. من الشغلات الحلوة في غرفة القعدة تنتسى كثير النباتات، النباتات في غرفة القعدة أهم مكان يكون فيه نباتات في البيت، النباتات الصناعية صح تعطيك المنظر ولكن ما بتعطيك نفس تأثير النباتات الطبيعية الحية،
هلا بجوز تقول لي انا شخص ما بحب النباتات الطبيعيه والعنايه بيها وما عندي طوله بال، بتقدر تجيب في نباتات كثير ما بدهاش عنايه كثير، يعني بدك تسقيها كل 10 ايام مره عادي ما عندهاش مشكله، ما بدها سماد، ما بدها قصاصة، ما بدهاش الشمس القوي، بتقدر تجيب منها. إلها كثير تاثير على نفسيه الشخص وهو في الغرفه بدون ما يحس، بتاثر نفسيته، بتعطيه راحه نفسيه، بتساعد تجديد الهواء في الفراغ اللي هو فيه او غرفه القعده، بتجدد الهواء اللي فيه، ومنظر جمالي للعين. هاي من المواضيع اللي كثير مهمه. بدي احكي لك شوي عن موضوع غرف النوم. احنا كثير مرات بنروح نشوف غرفة النوم، بدنا نشتري غرفة نوم. كثير مهم زي ما حكينا اي فراغ ثاني في البيت انا اكون عارف قديش ابعاد الفراغ اللي عندي، هل انا بحاجة خزانة كبيرة، خزانة صغيرة، تضبط عندي خزانة جوا الغرفة، خزانة حيط، قديش ابعاد التخت، هل هو الكوين ولا الكينج سايز، بنحكي عن غرفة نوم ماستر، هل انا بدي احط فيها التخت، اذا عندي ولدين غرفتي شوي صغيرة ممكن افكر في التختين فوق بعض او تختين صغار. كثير مهم اكون عارف الفراغ والمكان اللي عندي. من اهم الشغلات في غرفة النوم طريقة توزيع الاثاث، واهم قطعة اثاث احنا عادة لما نيجي نوزع اثاث في فراغ معين نفكر في الاثاث تبعه، بنبلش بالقطعة اللي اهم او القطعة الاكبر. يعني بغرفة القعدة بنبلش في الكنباية نفكر، في غرفة النوم بنبلش نفكر في التخت. بدنا نحكي مثلا عن غرف النوم، كثير مهم لما اجي احط غرفة تختي غرفة النوم تبعتي انه ما اكون افتح الباب الاقي تخت مباشرة فوجي، كثير مهم ما يكون مباشرة عشان ريحة الشخص وهو نايم اذا فتح الباب عليه، سواء مباشرة بالعرض او بالطول. كثير مهم التخت ما يكون في الزاوية، يكون في حركة هواء حركة حواليه من السيدات كلياتها، يفضل خصوصا الاشخاص اللي بيأمنوا بفكرة الطاقة او الطاقة اللي بتنتقل بالغرفة، اذا انا حاطه بالحيطة ما حيصير في سيركيليشن للطاقة حوالي، فلازم يكون مش بنص، لازم يكون بالنص. علاقة برضه شغلات كثير مهمة، علاقة التخت بالشباك اللي في الغرفة. لا يحبب انه يكون الشباك لا وراء راس التخت ولا بوجه التخت، يفضل يكون على جنب التخت، ويفضل انه يكون البيت غرف النوم دائما انها تكون على الواجهة الشرقية، انه الشمس الصبح تدخل من الواجهة الشرقية بتساعد الشخص انه يصحى الصبح بنشاط. يعني زي ما انتم شايفين يفضل افضل تركيب الغرفة زي ما انتم شايفين هون، الباب هون، التخت على الواجهة البعيدة والشباك على الجنب. هاي من افضل طريقة التركيب، او اذا انا مجبور انه يكون الباب التخت مش مباشر قدام الباب، بعيد عن الباب والشباك هون يكون. كثير مهم توزيع التخت، او اهم شيء يكون التخت مرتاح، بعدين بفكر في بقية قطع الاثاث كيف بدي اوزعها في المكان. لما اجي اروح اشتري اثاث، سواء بدي اشتري طاولة سفرة، سواء بدي اشتري كنباية، سواء بدي اشتري غرفة نوم، كثير مهم اكون عارف قديش قياسات الغرفه اللي عندي. كثير في العاب او مش العاب سوري، هي العين ما بتعرف تميز انه انا والله الغرفه عندي في البيت 4 في 4. لما اروح على المحل اشتري قطعه اثاث بشوف الطقم الكهربائي قاعد براحته، طب ما هو محل المساحه كبيره، مش حاسه متضايق. لما اخذ عند البيت احسه متضايق وقاعدين كنبايات فوق بعض، او الكنبايه ما لهاش مكان عندي في البيت او التخت. لما اجي بدي اشتري اثاث حلو انه اي سدش الغرفه عندي 4 في 4 5 في 7، لو رسمتها ورا بسيطه في ايدي انا لا بدي مهندس ولا شيء، افكر هي 5 في 7. اذا انا بدي احط كنبايه 90 سنتي عمق الكنبايه تقريبا 90 سنتي عمق الكنبايه تقريبا، طولها موجود على الانترنت بامكاني اعمل سيرش اشوف كنبايه المفرده دي سايزها في 90 في متر في متر ونص بتوصل الكنبايه المفرده، او كنبايه او كورنر، او اعرف اياس كم ايش بدي اياه. لو قست اللي رسمتهم بايدي بالمسطرة عادية كتير سير مربعات اعرف، واجي احط طاولة نص، هل طاولة النص هاي بدي اياها، انا عندي بدي اياها عرضها 90 متر 60 سنتي، لانه مهم حوالين الكنباي يكون في حوالين طاولة الوسط في حركة، بدي مجال حركة من 60 ل 70 سنتي على الاقل، بدي مجال حركة. الطريقة علاقتهم مع التلفزيون ما يكون مرتفع كتير زي ما حكينا، يكون على ارتفاع متر 20 تقريبا، يكون خصوصا في غرف الليفينج روم يكون الكل قادر يشوف التلفزيون براحة، ما يكون في زي ما شايفين بالصورة كرسي مش قادر يشوف التلفزيون ولا شيء، ما في في الزاوية، ما حدا بستفيد منه أو ما حيحقق لي الفائدة المطلوبة في الغرفة، يعني حيصفي المكان. بعدين مرات بكون العكس، إنه أنا لما أجي أفكر بدي أشتري أثاث، بروح بشتري كنبيتين صغار بيطلعوا بروح عندي على البيت، بيطلع عندي الفراغ كتير أكبر. يعني الصورة هاي صورة شوي مش واضحة، يعني كنبيتين كتير بعاد عن بعض وما في أي
يعني في النص اي نوع اثاث فصفوا كلهم كلمتين عزلات عن بعض وما اعطوا الشكل اللي انا متخيله. من الشغلات اللي كثير مهمه لما افكر، احنا اغلبنا عايشين في شقق، الاغلبيه العظمى عايشه في شقق في عمان. شقق عمان كلياتها بتتشارك تقريبا في المساحات، هي سواء 130 150 200 متر. الصالونات ابعادها 5 في 3 5 في 4، اكبر احساء ابعادها 5 في 5 غرفه الليفنج روم. غرف النوم الجنرال 4 في 5 او 4 في 4، الماستر نحكي 4 في 4 4 في 5 4 في 6، في احسن احوالها في عماره 150 متر، شقه 200 متر. كثير مهم ننتبه لموضوع انواع الاثاث. الاثاث الامريكي في الاغلب بيجي حجمه كبير. لما اجي انا عندي في شقه صغيره بالمحل صح بكون مرتب وحلو وعاجبني شكله، بس لكن لما اجي عندي على البيت ما حيركب عندي لانه الغرفه عندي صغيره، او حتصفي الخزانه نصها في درفه في الخزانه مسكر ورا الكومدينة عشان طول الواجهه. اذا بدي اشتري اثاث يعني خصوصا في الشقق، كثير بفكر في الاثاث التركي والالماني اللي بيجي قياساته شوي اصغر فبيجي مرتاح اكثر في الفراغات اللي عندنا في الشقق. هلا من الشغلات اللي كثير مهمه كمان بدي احكي عنها اخر نقطه، احنا لما نيجي ان الشقق الصغيره خصوصا نفكر في اماكن تخزين ذكيه صغيره. في كثير اماكن احنا بنضيعها في البيوت ولا او مكان نستغلها استخدام افضل، زي مثلا زي ما انتم شايفين هون فوق الخزائن. هلا مش ضروري يكون على اربع وجهات المطبخ، عم نحكي ممكن تكون واجهه او تنتين، بامكان نستغل المسافه الموجوده فوق الخزائن. اغلب البيوت عندنا مترين و70 مترين و80، المطابخ بيعملوا اياهم مترين و20 240، ففي عندك مينيموم 40 سم فوق خزائن المطبخ، هذا رايح فاضي للغبره والوسخ. انا بامكاني امنت اطول الخزائن لفوق، اكملهم بخزانه بيجي بسنبورد، اكملهم بخزانه ما تكون مبينه، خزانه مخفيه او خزانه مبينه حسب الستايل او الشكل اللي عاجبني، واستغلها كمنطقه تخزين اضافيه في البيت عندي خصوصا لاغراض المطبخ الكثيره، او ممكن تكون رفوف مفتوحه فيها بوكسات في طريقه مرتبه انه احط فيها شغلاتي وشغلات كثير مهمه. استغلال في المطبخ في زوايا صغيره او بعض الخزائن، اذا بنقدر نعمل سيرش اونلاين او شركات المطابخ بتقدر تعطينا افكار مثلا لرفوف البهارات السحاب عشان حتوفر لي هاي مساحه كبيره وحتكون انا كثير للاستخدام. من طريقه ثانيه الخزائن الكبيره استغل وجهها والباب تبعها عشان عمقها كبير فبوفر من عمقها شوي بستغله في الباب تبعها وبعطيني مساحه زياده خصوصا اذا مطبخ صغير شوي. الاماكن خصوصا في البيوت الدوبلكس او البيوت اللي فيها درج دائما تلاقي تحت الدرج فاضي، بامكاني كثير استخدمه كستور بطريقه ذكيه وحلوه وبعطيني حلول تخزين جميله حتى لو تحت الدرج. الاماكن عاده بتكون جنب الغساله، اللي جنب الغساله عاده بتكون عندنا في فراغ 30 40 سم بكون مهمل وفي الحمام ومسيوب، هاي يمكن احط فيه رفوف بطريقه معينه مع اجيال يكون لها عشان اكون فيها حاط امور التنظيف وامور الغسيل، او فوق الغساله والنشافه اذا عندي سبيس مش فوق بعض ممكن استغلهم لنشر للمنظفات لكثير شغلات. ممكن استغل برضو المنطقه اللي موجوده تحت التخت في الستور مثل الحمامات الزياده المخدات الزياده الاواعي الشتويه الصيفيه، المنطقه تحت التخت دائما عندنا مسوبه. في كثير هلا حلول خصوصا مثلا نحكي ايكيا، في كثير حلول ادراج تنضاف حتى لو مطبخك غرفتك النوم مش من ايكيا بامكانك تضيف جوارير تحت التخت او بوكسات في طريقه مرتبه تحفظ فيها اماكن كثير شغلات. هاي في اماكن كثيره في البيت بنقدر نستغلها بطريقه افضل خصوصا في الشغله الصغيره للتخزين، زي النيشز اللي في الكوريدورات بتكون بتعطي وسع في الكوريدور خصوصا الكوريدور الصغير، زي ممكن اعمل هو النيش بالعربي يعني زي فراغ صغير في الحيط، يعني زي فتحه في الحيط صغيره مش واصله للجهه الثانيه، ما بعرف شو اسمها بالعربي بالضبط، هي النيش او في المداخل بتعطيني حركه حلوه اذا بدي احط فيها صوره مع اضاءه حلوه. في كثير نقاط في البيوت احنا بس نروح نفكر في الاثاث ما بننتبه لها في البدايه، كثير مهم من بدايه الموضوع نفكر فيها عشان اقدر اعيش حياه انا اهم شخص مستخدم البيت، اكون عايش ومرتاح في البيت هذا اهم من اي شيء ثاني. شكرا كثير لكم، ان شاء الله يعني اكون حكيت معلومات مفيده للكل والكل استمتع. اذا حدا عنده اسئله انا بقدر اجاوبكم هلا، راح اجي هلا بلف التليفون بجاوبكم اذا حدا بحب يسال اي سؤال.
شكله ما في حد عنده أسئلة. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية وخليك في البيت ودمتم بالسلامة.